هذا بيجي يراسلني ستاني ما اقدر اطلع معدل نهائيا. زين اوكي شنو السبب اللي يخليك ما تطلع معدل؟ يعني الناس اللي طلعوا معدل احسن منك؟ لا مو انا ما سجلت خصوصي ما شديت حالي. اوكي شد حيلك هسه. وسالفه انه سجلت خصوصيه او مثلا اهلي ما وفروا لي جو او ما وفروا لي شيء، هاي كلها اعذار. انت دا تخلي هاي الاعذار، دا تخلق هذا العذر حتى تقنع نفسك انت ما تريد تشتغل، ما تريد تتعب نفسك. ليش؟ لان اكو ناس حرفيا، كان اكو بنيه وحده من الاوائل شفتها ما عندها مكان تقرا بيه. تدرون وين تقرا؟ تصعد بالسطح بالحر بعز تموز تقعد هناك وتقرا. وما قالت انه انا ما عندي مكان اقرا بيه، ما قالت اهلي ما وفروا لي دروس، قعدت على اليوتيوب بدت تقرا. انت مجرد كونك لازم الموبايل هسه وقاعد على اليوتيوب وعندك يوتيوب وعندك انترنت وعندك موبايل وواصل السادس اعدادي، فانت محظوظ. لا تقول اني ما اقدر، لا تقول اني ما توفرت لي ظروف، انت كل شيء متوفر لك بس انت هو المشكله. السلام عليكم طلاب، وياكم زينب احمد مدرسه ماده اللغه الانجليزيه. طبعا بدايه الفيديو خليتها رساله حتى اقول لكم ان هذا الفيديو هو كله عباره عن رساله وتوعيه وتخليكم تنتبهون على واقعكم. بس قبل لا نبدا بالفيديو اريد احتفل بطلابي. اي راح احتفل بهم احتفال طلاب الدوره الالكترونيه مال هاي الدوره 15 يوم اللي سجلوا بيها. هم كانوا منضبطين الماده، جوي المحاضرة محاضرات ومتابعة وامتحانات، وقدروا انه يضبطون المادة. فهاي رسائلكم قبالكم راح تطلع، هاي بعض من الرسائل، هم دزوا لي خطية هواي رسائل بس هاي بعض من الرسائل اللي وصلتني. فاريد احتفل بهم انه هم قدروا انه من ما مضبطين انجليزي انه يضبطوه. فاي واحد يقدر يضبط الانجليزي، ومو بس انجليزي، كل المواد حتى لو فترة قصيرة حتى لو بعد شوي انت تقدر تضبطها. تعالوا خلي اعرفكم على مصطلح اجنبي اسمه مانيفستنج. شنو يعني مانيفستنج؟ لو اوف اتراكشن. يعني عندنا اثنين، مانيفستنج ولو اوف اتراكشن. شنو هذين المصطلحين اللي الاجانب كاتلين بها ودائما يحكون بها؟ لو اوف اتراكشن هو قانون الجذب، واللي على فكره موجود بالقران. القران دائما يحثنا على هاي الاشياء، انا راح احكي لكم عنه بالتفصيل وانتم بعد بكيفكم. لان اكو مثلا يقولون قانون الجذب حرام، قانون الجذب مو صح، بس هو موجود بالقران. بالقران شو يقول؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني شنو؟ شوفوا الطلاب، الرزق هو مو بس يعني اللي نتخيله، الرزق هو رزق بكل شيء، الرزق بالدرجات، الرزق بالفرحة، الرزق بالحب، الرزق بأي شيء بالدنيا، أي شيء حلو. فمن أنت راح تقول الظن برب العالمين ظن حلو، أن أنت تقول أنا راح أقرأ، أنا راح أتعب نفسي وراح أقدر أحصل هاي الدرجات. يعني أنا معدل 99 أو معدل 100، هذا الشيء ليش أنا أقلل نفسي؟ ليش أنا أقلل من نفسي؟ يعني دائما أنا أشوف طلاب مثلا أنا ما مضبط، أنا ما قاري، أنا مو زين، أنا ما أقدر، أنا ما أطلع معدل. يعني هو ده يقول للنفسه كل هاي الشغلات السلبية. فأنت ليش تكون سلبي؟ ليش؟ يعني أنت بس شوف أنه إحنا من نعظم هاي الشغلة. مثلا أنت تعظم المعدل شيء كل الشبير، المعدل شيء مستحيل أوصل. ليش؟ ترى على فكرة بس رب العالمين هو عظيم، رب العالمين بس هو اللي عظيم، فقط العظمة فقط رب العالمين. فإحنا ما يصير نعظم أي شيء ثاني. يعني الدنيا شقد كبيرة. يعني أنتوا برأيكم أنه أكو شيء يصعب على رب العالمين؟ لا ماكو شيء يصعب. زين ليش إحنا كبشر نحد من الأشياء، قدراتنا نحد من الأشياء اللي نقدر نسويها؟ لا، وأغلب الطلاب شو يسوون؟ يخلي بباله انه هو ما يقدر يطلع معدل، فحتى يرتاح، حتى بعد ما يقرا، بعد ما يشد حيله، بعد ما يتعب نفسه، بعد ما يسهر، بعد ما يعوف الانترنت، بعد ما يعوف الانستغرام، بعد ما يعوف التيك توك، ويخلي بعقله انه لا انا ما اقدر اطلع معدل، يعني انا مو شاطر لهالدرجه حتى اطلع معدل. فاوكي فيصير بهاي العقليه، العقل مالته راح ينحد بهاي المربع او الصندوق اللي راح يخلي نفسه بيه، انه انا ما راح اقدر اطلع معدل، انه انا ما راح اوصل للشيء اللي اريده، انه انا خليني اوكي مرتاح هنا. بس بالحقيقه اذا انت تريد شيء وتتوكل على رب العالمين راح تقدر تحصله. اول خطوه لهذا الشيء هو انه يصير عندكم ايمان برب العالمين وايمان بنفسكم. شلون يعني؟ يعني انا اريد شيء معين، انا اريد فد شغله، هاي الشغله من اريدها اركز عليها اخليها قبالي واشتغل عليها بحيث بعد ما اشوف. طبعا مره يعني شفت تقرير اجنبي يحكي عن هذا الشيء، يقول انه احنا عندنا عقلنا يوقف. يعني شلون؟ مثلا يقول لك انت لهنا كافي، انه هذا صعب عليك، انه انت تريد مثلا 99 لا صعبه. لان شو يفكر عقلك؟ انه شنو الشيء الاسهل؟ اسهل لانه انت ما تقرا وما تطلع معدل. ليش؟ لان المعدل والناس اللي يطلع معدل ذول يعني يطلب دراسه 12 ساعه باليوم، دراسه من الصبح لليل، سهر بالليل، تعب، قله اكل، قله نوم، كل هاي الشغلات. فعقلك يشوف الطريقة الأسهل لأنه أنت ما تطلع معدل. فلذلك أنت راح تقول أنه أنا أوكي ما أريد معدل، أنه أنا هذا الشيء ما أريده. أوكي فراح عقلك يبدي، فراح تبدي شو تسوي؟ تبدي تأجل مواد على الدور الثاني. هو أنا ما أقول أنه هو شيء غلط تأجل مواد، بس قصدي دول اللي قضوها تسخيت. يعني أكو طالب شاطر فعلا حس أنه لازم يأجل، مو صحيح؟ بس أكو طالب لا، وصل قضاها تسخيت، فش قال يلا خلي اجل مواد على الدور الثاني، ويبقي له بس مثلا كم ماده، او يقعد يمسح الدفتر، وتصير هاي السايكل، الدائره تظل تنعاد. شوفوا طلاب،
دائما انت من تحد قدراتك بشيء معين، مثلا تقول انه انا هذا حدي، انا اللي هنا واوقف ما اقدر امشي بعد، انت فعلا راح يوقف حدك اللي هنا، انت ما راح صدق ما راح تمشي، صدق ما راح توصل. انا من اقول لكم انه انت من تخلي ثقتك بنفسك وثقتك برب العالمين، مو يعني انه انت بس يعني واحد يقول يلا يا رب انا اريد معدل وتروح تنام، لا، المعدل شيء يطلب، يطلب شغل، يطلب دراسة، يطلب تعب، يطلب سهر، يطلب تترك أصدقائك، ما تحكي ويا أحد، ما تقارن نفسك ويا أحد وتقارن نفسك بنفسك. يعني شلون؟ هواي طلاب يجوني مثلا يشوفون أنه أصدقائهم كلهم أجلوا، مثلا أجلوا فلان مادة وهو مضبط هاي المادة بس يحس لازم يأجلها، ليش؟ لأن هو دي يقارن نفسه بالباقين، مقارنة مستمرة، مقارنة مستمرة، يظل يقارن بفلان وفلان وفلان، وأهله يقارنوا وهو يقارن روحه، وصار عبارة عن هوسة بعقله. فأنا أقول لكم الشخص اللي يريد فعلا أنه يطلع هذا المعدل أو يطلع الدرجة أو يطلع الشيء اللي يريده، كل اللي يحتاج يغير تفكيره، ومن يغير تفكيره هو واحد راح يشوف نفسه يركض على هذا الشيء. نرجع للتقرير اللي أنا يعني رحت بعيد عنه، العقل والقلب. العقل يخلينا حد 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 ما توصل، القلب هو الشيء اللي يخليك توصل الشيء. شلون دائما حتى اكو يعني عباره it comes from the heart، يعني من القلب اجتي. شلون يعني من القلب؟ يعني احنا قلبنا هو يعني شلون متصل ويا روحنا. احنا روحنا ما تعرف الحدود، روحنا لا نهائيه ما تعرف الحدود. احنا من ننام بالليل روحنا تصعد بالسماء وترجع، فشايفه هوايه يعني روحنا ما تعرف يعني روحنا لا نهائيه، ما تعرف حدود، ما تعرف حواجز، ما تعرف انه انت ما تقدر توصل. لا، روحنا اللي هي هم يعني قلبنا او روحنا او هذا الاحساس الداخلي، يعني هذا الشيء اللي يخلي الناس توصل. هي انت من تقول مثلا انه انت من قلبك تريد، من تحس انت يعني نفسك بتشوف نفسك انت بحلمك مثلا، قلت لكم هو كلها بعقلكم، هي معركه بعقلنا. وهم انا هاي يعني هي الدوره مالت الانجليزي انكم هاي يسالوني عليها اذا بعدها مفتوحه او لا، او اذا افتحها بالدور الثاني او لا. فهي الدوره هاي اللي سعرها 20 ألف، هذا المعرف مالت التليجرام، تقدرون انه